السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أنكم في صحة جيدة. كيفية إظهار ديزيكون على البيرو؟ مثلا كما تلاحظ على الشاشة الآن، لا يوجد عندي سو بي سي ولا لكوربي. كيفية سأظهرها على الشاشة؟ الأمر بسيط، نتجه إلى الأسفل، أسفل اليسار، نقوم بالضغط على ديماري، نقوم بالدخول إلى باراميتر، ننتظر قليلا، نتجه إلى أقصى اليمين، نضغط على بيرسوناليزاسيون، بعد ذلك نتجه إلى أقصى اليسار، نضغط على تيم، ثم نعود إلى أقصى اليمين، نقوم بالضغط على باراميتر دي زيكون دو بيرو. تظهر لك هذه الواجهة، تقوم باختيار ما تريد. نعم أريد سو بي سي، يعني أورديناتور، ثم لو كوربي. يقوم بوضع علامة، بعد ذلك اضغط على أبليكي، أوكي، وقم بالخروج. وبالتالي سو بي سي ولا كوربي لقد ظهرتا. نفس الطريقة، إذا كنت تريد إخفائها تتجه إلى ديماري، تعيد نفس الخطوات، وبالتالي تقوم بحذف تلك العلامة، وبالتالي تختفي ديزيكون التي تريد. أتمنى منكم الضغط على لايك وكتابة تعليق ومشاركة القناة مع الأصدقاء لتعم الفائدة. يقول عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.